انتهاء هذا الشوط القوي والمميز جدا بين مركز شباب فاووس ونادي فاووس الرياضي، والاخير هو صاحب هدف السبق والتقدم عن طريق عبد العزيز محمد زيزو بهدف من كرة ثابتة ولا اروع على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. هنشوف بقى في الشوط الثاني هيعمل ايه حسن نصر، وازاي هيتصرف محسن الشبراوي، وكيف ستسير الامور بحثاً عن بطاقة التأهل إلى الدور المقبل في بطولة كأس مصر، حيث نلعب هذه المباراة ضمن الدور التمهيدي لبطولة كأس مصر بين مركز شباب فاووس الذي يلعب في القسم الرابع ونادي فاووس الرياضي الذي ينشط في دوري القسم الثالث بقيادة مدربه الكابتن محسن الشبراوي. ضربة المرمى تتلعب على طول طويلة وعالية، وفي هذه اللحظة أعزائي المشاهدين يطلق الكابتن محمد طعيمة صافرة انتهاء الشوط الاول من عمر هذه المباراه بتقدم فريق نادي فاووس الرياضي بهدف نظيف. الى ان القاكم ان شاء الله في الشوط الثاني. تقبلوا تحياتي معلقكم الرياضي محمد الجزار، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مره ثانيه اعزائي المشاهدين، محمد الجزار يحييكم، حيث التعليق والوصف التفصيلي على الشوط الثاني من مباراة القمة والكلاسيكو، كلاسيكو فاووس والشرقية بين فريق الساحة الشعبية مركز شباب فاووس وفريق النادي الرياضي نادي فاووس في مباراة الدور التمهيدي الأول ضمن بطولة كأس مصر لكرة القدم. الشوط الثاني بدأ بداية سريعة وقوية، والتقدم لا يزال بهدف نظيف لمصلحة النادي الرياضي سجله عبد العزيز محمد أو كريستيانو فاووس الجديد رقم 7 اللي سجل الهدف بطريقة جميلة جدا في بداية الشوط الأول. تغيير وحيد في صفوف مركز شباب فاووس بنزول محمود شعبان بدل من محمود خضر. طبعا حسن نصر بيحاول تعديل النتيجة والعودة إلى المباراة مرة أخرى. شفنا الحقيقة فريق نادي فاووس كان الأفضل بشكل كبير في الشوط الأول، وكان الأكثر سيطرة على مجريات اللقاء، وقدر ان هو يتقدم بالهدف الوحيد اللي سجله زيزو، وكان قريب جدا من تسجيل الهدف الثاني لولا براعه الحارس محمود سعيد اللي زاد عن مرماه بكل بساله في الشوط الاول، وانقذ اكثر من كره خطيره وهدف مؤكد، ويمكن تعرض للاصابه اكثر من مره لكن تحامل على نفسه وقدر ان هو يستكمل المباراه. وبعد حديثه مع الكابتن محمود رشاد قرر ان هو يستمر الدفع به في الشوط الثاني ولا يجري اي تغييرات بنزول الحارس البديل محمد نصر. ضربه مرمى لفريق مركز شباب فاووس او فريق الساحه الشعبيه كما يحلو للبعض ان يطلق عليه. هينفذ ضربه المرمى محمود سعيد، طويله ومتطرفه ناحيه الشمال، لكن يقطع الكره زيزو، يفتح الملعب حلو قوي بلمسه جميله كده، لكن تسلل واقف على خط الاوفسايد والمساعد على طول، ترابط وتفاهم واضح بين المساعد الثاني محمد موسى وحكم الساحه محمد طعيمه. طبعا المساعد الاول كابتن مصطفى طه. يلعب الضربة الحرة غير المباشرة محمود سعيد، طويلة وعالية لكن يقطع الدفاع ويطلع علي، وانا علي في نص الملعب، توصل الكرة ناحية الشمال لفريق نادي فاووس، يضغط وياخد رمي التماس احمد حمدي الشهير بمسنجا، ياخد فاول ماسنجا وهينفذها محمود شعبان، طويلة وعالية على حدود منطقة الجزاء، يطلع الدفاع، توصل الكرة عند رقم 13. مرة تانية محاولات مستمرة لمركز شباب فاووس لكن مقطوعة، ورقم 19 وتزة حلوة كرباجية، الله 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 الله، لقطة ولا أجمل والله من رقم 17 سوستا السيد عبد العظيم، لكن بثبات حمادة قطب يتصدى للكرة، برافو يا حمادة، والله تدريب الكابتن أنيس عبد الحميد جايب نتيجة معاك يا حمادة قطب.
ويمكن حماده رغم انه شارك في اللحظات الاخيره بدا من السيد يوسف الحارس المخضرم لكن يتصدى ليها ببراعه. برافو يا حماده، اطب وتطلع الكوره توصل ضربه مرمى عند محمود سعيد. نرحب طبعا بالكابتن احمد حسني غمري مدرب فريق الباسكت في مركز شباب فاووس واحد النجوم الكبار وعمالقه كره السله في فاووس واللي حقق انجازات كبيره جدا وقدر ان هو يوصل للدوري الممتاز مع فريق فاووس في انجاز تاريخي فريد. كابتن احمد حسني الغمري بعد اعتزاله اللعب والاتجاه الى التدريب بيخطو خطوات ثابته جدا ايضا في عالم التدريب مع مركز شباب فاووس اللي طبعا قال سليم والنجوم الكبار اللي لعبوا واحترفوا في العديد من الانديه الكبيره على مستوى الجمهوريه. ايضا زي ما بنقول فاووس ليها باع في كره القدم، فيها ايضا باع ليها باع ايضا في كره السله، وبننتظر طبعا من احمد حسني الكتير والكتير ان شاء الله الفتره اللي جايه ونشوف سله فاووس بتحقق الكتير من الانجازات زي ما عهدناها ان شاء الله. ونترك كره السله ونرجع مره ثانيه لكره القدم وكلاسيكو فاووس والشرقيه بين الساحه الشعبيه ونادي فاووس في مباراه قويه ضمن كاس مصر والدور التمهيدي الاول. ودي كره خطيره حلوه والله ملعوبه الضربه ركنيه على طريقه النجم الانجليزي ديفيد بيكهام لكن يطلع على طول خط الدفاع وتطلع كره رامي التماس لمصلحه الساحه فريق الساحه مركز الشباب مركز شباب فاووس. يعدي يا ولد لعيب ويرجع الكره عند ماسنجا اطول من اللازم يقطعها عباده مس باص كده وحش والله من شعبان. تروح الكره في نص الملعب لفريق النادي لكن يا جماعه المدرب وفكر المدرب، شفنا حسن مصر لما دفع بمحمود شعبان بدل محمود خضر بدات السيطره تقول اليه في نص الملعب وبدا فريق فاووس يظهر بشكل مغاير تماما، فريق مركز الشباب بشكل مغاير تماما عن الشكل اللي شفناه في الشوط الاول. لكن هل هيسكن محمود محسن الشبراوي؟ هل هيعمل تغييرات ثانيه؟ بيقول له العب على الكوره، بيقول له ما فيهاش حاجه لكن محمد طعيمه يحسب فاول لفريق مركز الشباب. ومحمد طعيمه طبعا لحد دلوقتي عامل مباراه كبيره الحقيقه وبيدي كل واحد حقه. برافو يا طعيمه، هو وطاقم الحكام اللي معاه محمد موسى ومصطفى طه عاملين مباراه كبيره الحقيقه. تروح الكوره عند رقم 19 احمد يسري وياخد فاول هينفذ الكوره رقم 13 محمود شعبان. محمود شعبان طويلة وعالية حلوة، مين بقى يقابل بالراس وكرة تتلعب بالدماغ كده لكن سهلة في ايد الحارس حمادة صاحي ومركز والله ويلعب طويلة وعالية وعايز يعمل المرتدة كده باليد والرجل لكن محمد طعيمة بيقول قوم مفيش حاجة يا كراوش. تتقطع الكرة وتروح ناحية اليمين حلوة بدور على زيزو لكن مقطوع على طول من اسلام شيكابالا لمحمود شعبان. لا والله ده الشراوي يفتح الملعب الشراوي عند رقم 17 السيد عبد العظيم سوستا. تتلعب ناحية اليمين عند ماسنجا الباك رايت النهاردة. تروح الكرة مرة تانية عند شيكابالا وعرضية وخطر. الله عليك يا شيكابالا، عرضية بالمقاس والله لكن عزوز عمرو عبد العزيز يضيع فرصة هدف التعادل بغرابة شديدة وكل مشجعين الساحة بيقفوا على رجل واحدة. فرصة هدف التعادل ضاعت والله بغرابة، يا خسارة سهلة قوي دي بقى يا راجل. مين اللي ضيع يا شباب؟ الكرة اللي فاتت وانذار. كابتن عبد الله مين رقم 32 ده؟ ايه؟ من ناحية اليمين في فاووس ولا في مركز الشباب في الساحة؟
ده عمرو عبد العزيز. عمرو شعبان. بتكلم على 32 يا كابتن عزوز. عمرو عبد العزيز عزوز. لا انا بسال على رقم 32. عمرو عزوز 9 نزل. دوك عمرو شعبان يا كابتن. ده اللي نزل. ده محمود بره يا كابتن. ده محمود بره. وادي كره خطر وجون 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 وجون. عملوها وخلصوها وفي الشباك سجلوها هدف التعادل. وادي الفرحه، ادي الفرحه هنا لمركز شباب فاووس. هدف التعادل يا ولد لعيب يا محمد عبد الحكيم العريبي. العريبي العريبي عملها العريبي وبرجله الشمال ويهز الشباك ويفرح كل فاووس وكل مشجعين الساحه الشعبيه. هدف التعادل 1-1. لكن العرضيه الحقيقه الراجل بيقول له انت وضميرك يا عريبي يسجل هدف التعادل و1-1. ياه مباراه حلوه بقول لكم، باينه من الاول، باينه من الاول. حسن نصر يا جماعه قلب الموازين بالتغيير اللي عمله بنزول عمرو شعبان بدل محمود خضر، والكره العرضيه تتلعب ونشوفها بقى في الاعاده مع الكابتن احمد رينو مخرج الوحده التاسعه. هنشوفها ان شاء الله الهدف ده في الاعاده، وينزل يا احمد على الفيسبوك وعلى كل السوشيال ميديا نستمتع بالكره الجميله اللي موجوده في فاووس. وفرحه احمد رجب بقى دلوقتي بيقول عندنا كره وعندنا نجوم وعندنا لعيبه بتلعب كره حلوه. والكابتن عبد الله ابو العمايم بقى عايزين نشوف النجوم الحلوه دي يا كابتن عبد الله في الدوري الممتاز، ونستمتع بالمهارات الحلوه دي ان شاء الله في الدوري الممتاز الفتره اللي جايه. كشافين فاووس طبعا، والناس اللي طلعت لنا يا جماعه نجوم كبار زي الكابتن سيد حسن، كابتن سيد ابو النجا، كابتن رضا ابو الدهب، والكابتن علاء النشال، والاسماء الكبيره ديت اللي صالت وجالت في انديه المرخيه والقناه المريخ عفوا، المريخ البورسعيدي والقناه وكهربه اسماعيليه، كابتن خالد الظواهري طبعا، والكثير من الاسماء عفوا ان خانتني الذاكره. لكن فاووس تبقى عامره بنجومها وباسمائها وبقياداتها اللامعه على مدار السنين الطويله والاجيال المتعاقبه المستمره. كرة محاولات لإحراز هدف التعادل، لكن الشرقاوي صخرة الدفاع في فريق الساحة. برافو يا شرقاوي. محمد الشرقاوي رقم 13، وشايف في تغيير لفريق نادي فاووس. كابتن محمد ثروت، كابتن احمد ثروت الاداري بيجهز التغيير. يا احمد حسني محمد الشرقاوي 13. ايوه اهدى بس يا كابتن، اهدى يا كابتن، اهدى. في تغيير وفي واحد واقع اصابه اللي لسه نازل عمرو شعبان. سلامات يا عمرو ان شاء الله تكون بسيطه. وهنشوف التغيير الاول لنادي فاووس الرياضي رقم 32 ابو العيله ولا ايه؟ هنشوف، هنعرف من الكابتن احمد ثروت اداري الفريق. محمود زيزو بيقول لي والله الكابتن عبد الله ابو العمايم القاموس الكروي بتاعنا. مين نازل مكان مين؟ هنشوف. احمد عبد الله طالع رقم 30. احمد عبد الله رقم 30 هيخرج وينزل مكانه محمود زيزو رقم 32. التغيير الاول لنادي فاووس الرياضي، برد محسن الشبراوي على حسن نصر وبيدفع بيها التغيير الاول لنادي فاووس. المباراه طبعا احلوت واشتعلت بعد احراز هدف التعادل اللي سجله العريبي محمد عبد الحكيم. وكان سجل لنادي فاووس عبد العزيز، عمرو عبد العزيز الشهير بزيزو هو اللي سجل. لا عفوا، عبد العزيز محمد الشهير بزيزو. ادي شيكابالا لكن مقطوعه منه، ويلعب الطويله المرتده نادي فاووس، لكن توصل عند ماسنجا وبحضن وتروح لمحمود سعيد يمسك زي الصقر يا ولد العيب. برافو يا محمود سعيد، حارس مرمى مميز وبيدربه ايضا مدرب حراس كبير هو الكابتن محمود رشاد اللي ليه باع طويل في عالم التدريب، كان مدرب في نادي ام صلال القطري واستمر في تجربته الاحترافيه لما يقارب من 30 سنه. التغيير الاول لنادي فاووس، هينزل محمود زيزو بدل من احمد عبد الله.
عمل مباراة كبيرة أحمد عبد الله. والله تحية كبيرة لأحمد عبد الله نجم نادي فاووس، برافو يا أحمد، عمل مباراة حلوة وكبيرة. وينزل محمود زيزو والتعليمات الأخيرة، وبحيي طبعا الكابتن محسن الشبراوي أحمد عبد الله اللي عمل مباراة كويسة في الشق الهجومي مع محمد عبادة ومحمد كراوش. 1-1 أعزائنا المشاهدين، والبحث عن هدف التقدم وحصد بطاقة العبور إلى الدور المقبل. نظام التأهل، الفريق اللي بيفوز في المباراة دي بيتأهل مباشرة إلى الدور المقبل في بطولة كأس مصر. الدور التمهيدي الثاني، ده الدور التمهيدي الأول. بيهدي لعيبته محسن الشبراوي، برافو يا محسن، بقول لهم نلعب، لسه قدامنا وقت، نلعب كرة على الأرض، نركز. لكن تحية طبعا لفريق مركز شباب فاووس ومدربهم الكابتن حسن نصر، لله ظهروا بشكل مغاير تماما في الشوط الثاني لما كانوا عليه في الشوط الأول. يحسب طبعا للجهاز الفني تهيئة لعبته ما بين الشوطين والعودة إلى المباراة في الشوط الثاني وتقديم هذا المستوى الرائع. مكسب كبير كمدير فني والله حسن نصر، لأول مرة بيتولى القيادة الفنية بعد ما كان بيعمل دائما كمدرب لحراس المرمى. فاول، وهنشوف انذار ولا ايه؟ انذار لفاووس. هنشوف مين اللي خد الانذار. السيد عبد العظيم سوستا بياخد انذار من مركز شباب فاووس. يحسبها الكابتن محمد طعيمه حكم مباراه اليوم. والتعادل اعزائنا المشاهدين حتى الان هو السيد الموقف. بنلعب في الدقيقه 15 من عمر الشوط الثاني من هذه المباراه، والتعادل الايجابي 1-1. فريق نادي فاووس كان صاحب هدف التقدم في الشوط الاول، وتعادل محمد عبد الحكيم العريبي للساحه الشعبيه في الشوط الثاني بهدف ايضا ولا اروع. 1 فاووس الرياضي، 1 الساحة الشعبية. وبنلعب في الدقيقة 15 زي ما بقول لكم من عمر الشوط الثاني، والنتيجة 1-1 وقيادة تحكيمية بقيادة الكابتن محمد طعيمة. ولو احنا معانا في الماسورة الرئيسية أو بتتابع البث المباشر لهذه المباراة هيكون فريق مركز شباب فاووس بالزي الأصفر على يمينك، وفريق نادي فاووس الرياضي بالزي الأحمر على شمالك. وعشق كرة القدم لدى المصريين ولدى شعب فاووس زي ما احنا شايفين على أسطح المنازل وفي المدرجات، الأطفال والكبار وكل الفئات السنية يتابع هذه المباراة الجميلة ضمن الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس مصر. وادي الشراوي برجوله ينظف ويطلع وبيعتذر للجهاز الفني، لعيب أخلاقه عالية والله الشراوي رقم 13، وما تسمعش صوته في الملعب خالص. وادي المدفعجي يطلع احمد مصطفى، لكن خطيره تروح لعباده، وخطر عباده ورجع وتسديده حلوه. الله الله عليك يا ولد، تسديده والله قويه من فكري احمد اللي طالع كده وبيقوم بالدور الهجومي، لكن سندها له كده ايه سنده كده حلوه قوي والله. محمد عباده لعيب لمسته على الكره حلوه وبيقف كده على الكره، ونظرته كمان بيعرف يبص ويعرف يرفع عينه على الكره ويفتح الملعب، وسند الكرة حلوة لفكري اللي شاط، لكن للأسف جت بعيدة فوق العرضة. المباراة حلوت، وهجمة هنا وهجمة هناك، وكل فريق بيحاول عايز يهز الشباك ويوصل للمرمى، لكن حتى الآن التعادل 1-1. الساحة الشعبية في مواجهة فاووس الرياضي، الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس مصر، والنتيجة 1-1. تتلعب الكرة لكن عالية، ويا سلام عليك يا سوستا الفدائي. سوستا الفدائي بيطلع ويعمل جامبنج كده عالي ويطلع الكرة لرمي التماس، لكن نادي فاووس ضاغط وبيكثف من التواجد أمام منطقة الجزاء، وعايز يعمل الزون ديفنس من البداية عشان يمنع فريق الساحة ان هو يتقدم الى الأمام.
فبيكون الدفاع بالتالي من اكتر من نص الملعب، من قدام نص الملعب، عشان ما يكونش فيه تراجع الى الخلف، وده اللي ناجح فيه لحد دلوقتي فريق فاوس الرياضي في الربع ساعة الاولى، بعد ما كان طبعا الضغط والسيطرة الكاملة لفريق الساحة الشعبية بقيادة حسن ناصر، اللي قدر ان هو ينظم صفوفه في الشوط الثاني ويقدر ان هو ينجح في الناحية التكتيكية ويتفوق بعد ما دفع بعمر شعبان بدل من محمود خضر، وقدر فعلا ان هو يسجل هدف التعادل بصورة رائعة عن طريق محمد عبد الحكيم العريبي. 1-1 الساحة الشعبية، والمباراة أعزائنا المشاهدين فوق صفيح ساخن بين كلا الفريقين. وادي طالع محمود سعيد بفدائية يؤدي دوره الدفاعي وطلع الكرة إلى رامي التماس. شوط تاني حلو زي ما بيقول كابتن عبد الله أبو العمايم، كلنا مستمتعين وكلنا فرحانين بالمستوى والأداء المميز من كلا الفريقين، أداء رجولي وكرة تليق بفاوس ونجوم فاوس. عايزين نشوف اهداف تاني، الاهداف هي متعة كرة القدم وهي اللغة الرسمية لكرة القدم التي تمتع المشاهدين دايما. وهنشوف بقى يبقى في تغيير تاني هجومي لحسن نصر، هنشوف مين هينزل مكان مين. عمرو عبد العزيز شكله كده واقع ومش هيقدر يكمل المباراة، وهيكون التغيير التاني لحسن نصر. عاطف يا عاطف، محمد عاطف بيستعد للتغيير، هينزل مكان عمرو عبد العزيز الشهير بعزوز. عمرو لاعب شاب ومن اصحاب اللياقه البدنيه العاليه، ولسه لاعب صغير في السن وعايز يثبت نفسه ويثبت امكانياته. يلا يا محمد يا عاطف، ربنا يوفقك، ربنا معاك. محمد عاطف ينزل بدل عمرو عبد العزيز الشهير بعزوز. برافو يا عمرو عبد العزيز، كل الناس بتحييه، عمل مباراه كبيره، ادى دوره الدفاعي والهجومي على اكمل وجه، لعيب ان شاء الله بينتظره مستقبل كبير في السنين اللي جايه ان شاء الله. روح حلوه من ولاد فاوس. هل هنشوف اهداف ثانيه؟ نتمنى طبعا، سواء هنا او هناك مش هتروح بعيد. نادي فاوس ومركز شباب فاوس، رغم ان واحد بيلعب في القسم الثالث وواحد بيلعب في القسم الرابع، لكن في النهايه هما الاثنين واحد، والمهم نشوف فريق باذن الله بيستمر وبيكمل المشوار في الدوري في كاس مصر عفوا، ويصل الى المراكز او الادوار التاليه ان شاء الله. وطبعا زي ما قلت قبل كده في بدايه تعليقي، لان نادي فاوس بيلعب في الاسم الثالث وبينافس على الممتاز به، لازم كل رجالات فاوس تدعمه وتسنده عشان يحقق الحلم ان شاء الله بالعوده الى الممتاز به، ولما لا نرى ممثل لفاقوس في المرحله المقبله باذن الله في الدوري الممتاز وسط الكبار ووسط العمالقه. حلم طبعا رغم انه بنحلمه من سنوات طويله، لكن ان شاء الله في يوم من الايام يتحقق. كرة طويلة وعالية لكن أطول من اللازم وتطلع رمي التماس، وطبعا لو استمر التعادل بهذه النتيجة سيكون اللجوء مباشرة إلى ركلات المعاناة الترجيحية، مفيش وقت إضافي، إذا انتهى الوقت الأصلي بالتعادل والوقت الإضافي سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح. من سيواصل المشوار ويمثل فاقوس في كاس مصر خلال المرحلة المقبلة؟ ده اللي هنتابعه ونشوفه معاكم في الدقايق اللي جاية ان شاء الله. حتى الان الدقيقة 22 من عمر الشوط الثاني من هذه المباراة، والتعادل الايجابي 1-1 بين كلا الفريقين. فريق نادي فاوس كان صاحب هدف التقدم عن طريق محمد عبد العزيز محمد زيزو، لكن قدر محمد عبد الحكيم العريني يحرز هدف التعادل. شايفين في تغيير تاني لفريق نادي فاوس الرياضي، صاحب هدف التقدم عبد العزيز محمد زيزو الشهير بكريستيانو فاوس هو اللي يخرج ويطلع. عمل مباراه كبيره زيزو وسجل هدف ولا اروع، برافو يا زيزو،
مستقبلك كبير يا ابني ان شاء الله، وبننتظر منك الكتير. ينزل رضا حسن، بيقول للكابتن عبد الله ابو العمايم ينزل مكان عبد العزيز محمد. رضا حسن انت عمرو شعبان بيكلمه حسن نصر، يشوف يغير المركز، يلعب ناحيه اليمين او يلعب ناحيه الشمال. حلوه لغه التواصل ولغه الحوار بين المدرب واللاعب داخل ارض الملعب عشان اللاعب يقدم ويطلع افضل ما عنده. وادي محاولات على طول اللي لسه نازل، رضا حسن رقم 24 وفريق نادي فاووس بيضغط بكل قوه لاحراز هدف التعادل. بشكر طبعا زميلنا العزيز الصحفي الاعلامي المخضرم الكابتن احمد فوزي المنسق الاعلامي لمركز شباب فاووس على جهوده معانا وامدادنا بالكثير من المعلومات خلال هذه المساحه من التعليق على هذه المباراه. مرة تانية بشكر أحمد فوزي فؤاد صحفي ورئيس تحرير موقع وجريدة أخبار فاووس. كرة طويلة وعالية، علي وأنا علي، ومحاولات لفريق مركز شباب فاووس إحراز هدف التقدم والهدف الثاني، لكن الدفاع المستميت من نادي فاووس والمحافظة على الشباك من تسجيل هدف ثاني. ولا يزال كل فريق يبحث عن زيارة الشباك. وادي كرة حلوة، مفاجأة ومباغتة، والله والله حلوة 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 يا ولد، برافو برافو برافو. مودي أحمد يلعب كرة كده جميلة لكن على يسار الحارس محمود سعيد، اللي الحقيقة كان رايح معاها لكن ايه، خلعت القلوب وخطفت القلوب يا جماعة الصراحة. الراجل لعبها كده من بعد نص الملعب، ركنها كده بالمسطرة لكن للأسف تروح بجوار القائم وتضيع فرصة الهدف الثاني لنادي فاووس. والتعادل حتى الآن هو سيد الموقف 1-1. ده محمد عبادة، ده اللي لعب الكرة دي محمد عبادة يا جماعة. بقول لكم عاجبني قوي محمد عبادة ده، لعيب كورته حلوة وهادي وصاحب فكر. واظن محمد عبادة ده كابتن عبد الله لازم هنشوفه في نادي كبير، لو مش السنه دي يبقى السنه اللي جايه. ضغط متواصل واداء رجولي وروح قتاليه عهدناها من رجاله فاووس، لعب رجولي الحقيقه ومستوى مميز حتى الان من كلا الفريقين، وكل الناس مستمتعه بهذه المباراه. وادي عبادة يا جماعه، عبادة عبادة يا جماعة، الراجل مهارته تقول لي بقى ميسي، تقول لي أي حد، يقول زي ما أنت عايز، لكن راجل عنده كورة. باختصار كده محمد عبادة حريف كورة ملهاش أي معنى تاني. برافو يا محمد، وبيتحرك كمان في كل حتة في الملعب، والله لعيب كبير كبير كبير. محمد عبادة رقم 10 في نادي فاووس، وبيعتمد عليه والله محسن الشبراوي كده في تشكيل الضغط الهجومي على فريق الساحة. كرة أطول من اللازم تتقطع وتطول وتطلع رامي التماس من مودي أحمد. مودي أحمد رقم 6. محمد عبادة هيلعب الركنية، ممكن يكون فيها خطورة على المرمى، خلي بالك يا محمود يا سعيد. والدفاع لازم أحمد مصطفى وفيليكس يكونوا مصحصحين، وتتلعب الكرة وخطيرة لكن برافو يطلع على طول الدفاع يا ولد يا لعيب. وضغط كده وياخد فاول وعايز يلعب الكرة على طول لكن يعطلها في الطريق، بيقول له محسن الشبراوي الفاول لينا. لكن رضا حسن بذكاء يقف قدام الكرة ويعطل فرصة الهجمة المرتدة لفريق الساحة الشعبية. هيلعبها المدفعجي احمد مصطفى الصخره، يلعب واحده طويله وعاليه ويطلع. حماده قطبه يلعب بالبوكس على طول، اسهل حاجه يامن نفسه. تروح الكوره عند كراوش، كراوش يفتح الملعب، حلوه العباده ويقع، بيقول ما فيش حاجه، فعلا فعلا وقع لوحده ما فيهاش اي لمسه. برافو يا محمد يا طعيمه، انطلق كده وعدى بسرعه لكن
ارضيه الملعب بقى كده خانته ويقع، كان ممكن يبقى فيها هجمه خطيره لو اتلايم على الكوره محمد عباده، كان ممكن يروح انفراد وهو والشبكه، لكن هارد لك عباده. لسه اتوقع لسه ممكن نشوف اهداف تانية. بنلعب في الدقيقه 28 داخلين على النص ساعه الاولى من عمر الشوط الثاني، وهيبقى قدامنا 15 دقيقه بس على نهايه الشوط الثاني والمباراه واللجوء الى ركلات المعاناه الترجيحيه. وهل حسن نصر هل سيستعيد حسن نصر ذكريات نهائي كاس مصر سنه 98 ومباراه نصف النهائي امام النادي الاهلي لما فاز المصري البورسعيدي بكامل نجومه على الاهلي المصري وقدر ان هو يتاهل للنهائي ثم يفوز بعد ذلك ببطوله كاس مصر بقياده نجم فاوس وابن فاوس حسن نصر في عهد المدرب الالماني الشهير كروجر، ام ستنتهي المباراه في الوقت الاصلي؟ هذا ما لازلنا نتابعه معكم عبر هذا البث المباشر وعبر هذا النقل التلفزيوني والوحدة التاسعة بقيادة الكابتن أحمد رينو، وحدة تصوير ومكسر أحمد رينو بجهينة البحرية. وادي كرة ملعوبة بحاول يتلايم عليها لكن تطلع رامي التماس، هيلعبها سوستا من ناحية اليمين لكن يسيبها لاحمد حمدي ماسنجا. احمد حمدي مركز اكتر في الدور الدفاعي وبيلعب على عباده، منبه عليه كده ومشدد عليه حسن نصر لانه عارف عباده لو ساب له الجبهه الشمال هتبقى فيها خطوره كبيره. وادي محمد عاطف اللي لسه نازل يقطع الكوره، نزل مكان عمرو عبد العزيز. وادي عمرو شعبان، عمرو شعبان وكان محمد عبد الحكيم العريبي ضاغط صاحب هدف التعادل، ويلعب الكرة مصطفى العرباوي الباك رايت النهارده اللي شايف عمرو شعبان بدا يرمي عليه كده عشان يمنعه من التقدم. مصطفى العرباوي الباك رايت لفريق نادي فاوس، ويا ولد يا لعيب بمهاره كبيره يقطع الكوره رقم 11 علي محجوب يفتح الملعب ناحيه اليمين. يا سلام عليك وعلى مهاراتك يا رضا حسن، رضا حسن ويضغط عليه محمد الشرقاوي ويطلع الكرة لرامي التماس، تروح الكرة قدام منطقة الجزاء عند مودي أحمد، يقع مودي وياخد فاول ويحسب محمد طعيمة فاول لمصلحة فريق نادي فاوس من مكان حلو. هل ممكن نشوف هدف تاني بقى على غرار الهدف الأول من كرة ثابتة؟ ده اللي هنتابعه مع بعض. دخلنا في الدقيقة 32 أعزائي المشاهدين والمباراة تقترب من لفظة أنفاسها الأخيرة، رغم لسه 15 دقيقة لكن بيعدوا أكيد بسرعة. في كرة القدم ممكن يحصل فيهم كتير أوي. تسديدة لكن تخبط في الحائط من عبادة كالعادة، وخطر يا نهار أبيض يا نهار أبيض يا كراوش، فرصة الهدف الثاني تضيع على فريق فاوس. انا عارف يا عم المصري كده هيجي
تتلعب الكرة ضربة المرمى طويلة وعالية لكن مقطوعة من ماسينجا عند محمد عاطف. محمد عاطف يلعب طويلة لكن يلحق الدفاع وتوصل عند حمادة. حمادة علي وانا علي. يلا رد يلا رد حتى رد حتى رد حاجة حاجة. بس عمال الشبكة عندي دلوقتي وحشة عندي في المباراة وكده خلص خلص انزلك روش انزل عبادك استلم استلم روح روح. محاولات مستمرة اعزائنا المشاهدين وحتى الان التعادل الايجابي 1-1 بين كلا الفريقين نادي فاووس ومركز شباب فاووس. وادي الشراوي اللي عامل مباراة دفاعية كبيرة والله برافو يا شراوي. يلا كويس يا كراوي وياخد رمي التماس. يلا ايوه عم احمد معايا يلا علي يلا علي. الشبكة وحشة يا عم احمد لان انا في المباراة بعلق على المباراة دلوقتي اكتب لي او ابعت لي تسجيل صوت لان مش سامع خالص. ضربة حرة لفريق نادي فاووس الرياضي على التنفيذ البديل رضا حسن. يلا يا رضا تسديدة حلوة. الله عليك يا رضا الله عليك يا رضا لكن بيطير عليها بيطير عليها زي الصقر كده وعلى طريقة الحارس الأورجواياني الشهير المخضرم شيلافيرت وينقذ الحارس الباراجواياني المخضرم شيلافيرت ويتصدى ليها وينقذ فرصة هدف مؤكد لفريق نادي فاووس الرياضي. برافو يا محمود يا سعيد برافو يا ولد. عرضية ملعب خطر مرة تانية ولسه وممكن هوبا يا نهار أبيض يا نهار أبيض على الفرص اللي بتضيع يا جماعة يا نهار أبيض على الفرص اللي بتضيع ولسه ومرة تانية ملعوبة. ويا سلام عليك يا شرقاوي راجل يا ولد لوكو بيلعب بقلبه الشرقاوي والله. تروح الكوره عند سوستا ويلا سوستا ويلعب لكن تتقطع في الطريق. الو يلا بسرعة اسرع اسرع استلم كابتن. يلا مصطفى لف 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 وقف يا مصطفى اقفل الملعب يا مصطفى شارك الملعب يا مصطفى يلا كويس يلا كويسين عبادة عبادة ما تقلق يا اخي عايز افك عايز ملناش علاقة ملناش علاقة ملناش علاقة خد راح فين طيب اكلم علي الصلاة وابلغ اوكي في التعليق والوصف التفصيلي لقمة فاووس والساحة الشعبية في كلاسيكو الشرقية ضمن الدور التمهيدي الأول لبطولة كاس مصر والتعادل الإيجابي سيد الموقف 1-1 حتى الآن والمحاولات المستمرة من فريق نادي فاووس الرياضي لتسجيل هدف التعادل بقيادة الكابتن محسن الشبراوي في مواجهة حسن نصر مدرب فريق الساحة الشعبية. ضربة حرة من مكان حلو ممكن نشوف هدف تاني في وقت صعب وحساس. بس بس ماشي ماشي على بعض بص مصطفى
هيلعب الكرة. علي محجوب على التنفيذ هو ورضا حسن. رضا رجله جامده. يا ترى ممكن هنشوف جون تاني ولا ايه؟ رضا وعلي وعلي وتخبط وتعدي من بين الحائط لكن توصل سهله في ايد الحارس محمود سعيد. طب مين اللي ممكن ياكد لنا الخبر ده حسن لان بتوع الوكاله بيسالوها عن المتاكد. تروح الكوره في نص ملعب فريق نادي فاووس لكن تطول الكوره وتطلع رمي التماس من ناحيه اليمين. ماسينجا لعمرو شعبان اللي بدا ينقل ناحيه اليمين وخطيره وعاليه ولسه ياه 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 ياه. عاطف محمد عاطف يعلي توصل الكرة عند عمرو شعبان عايز يتلايم عليها لكن يحسب فاول على طول. وصل الكرة وطويلة وعالية لكن تالش وتطلع ضربة ركنية. ضربة ركنية لمركز شباب فاووس. انا بعت لعلي الصلاة قال لي انا مش عندي معلومة كده بس في بيان هيطلع بعد شوية هيبعتلك. محاولة وتسديدة لكن بعيدة تطلع ضربة مرمى. 40 دقيقة اعزائنا المشاهدين. 5 دقائق فقط على نهاية الشوط الثاني والمباراة غير الوقت الضائع طبعا اللي هيحسبه حكم المباراة الكابتن محمد طعيمة وهو الميقاتي الوحيد لهذه المباراة. رحمة الله عليك يا كابتن عاطف فهمي كان يقول لك ساعتنا ليس لها أي قيمة إلى جانب ساعة حكم المباراة. استاذنا الكبير اللي تعلمنا منه كتير واحد القامات ايضا في مجال التعليق الكروي الكابتن عاطف فهمي ابن فاووس وشقيقه ايضا الكابتن هشام فهمي. رحمة الله على الكابتن عاطف والهم اهله الصبر والسلوان وبارك في اولاده كابتن عاطف فهمي. وادي كرة خطيرة وخلي بالك وممكن وتسديدة لكن فين 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 بعيدة بعيدة يا رضا. لا ده عبادة والله ده عبادة اطول من اللازم. تطلع ضربة مرمى. اقتربنا اعزائنا المشاهدين من المنعطف الحاسم حوالي 42 دقيقة من الشوط الثاني ودقائق قليلة على النهاية وصافرة انتهاء الشوط الثاني والمباراة لكن لن تكون نهاية المباراة. لازم النهاردة مباراة النهاردة ما ينفعش فيها تعادل لازم فريق يكسب وطالما في تعادل يبقى نلجأ لركلات الترجيح. هتاخدنا المباراة على فين؟ لكن فرحانين بالمستوى وفرحانين بالاثنين مدربين الشباب محسن الشبراوي وايضا حسن نصر. وادي فاول فاول على المرشدي ياخد انذار. يلا هي دي يا فكر يلا يلا احمد المرشدي الشهير بفيليكس. يلا رجاله كويس كويس تاخد من حركه تاخد من حركه. ياخد انذار بعد عرقلته. رضا حسن لاعب نادي فاووس الرياضي. ضربة حرة حلوة متطرفة من مكان حلو. اظبط بقى على الدماغ. الهدف دلوقتي اعتقد هيبقى من الصعب تعويضه. على التنفيذ وتتلعب الكورة لكن وحشة وحشة عبادة وحشة عبادة حسدناك ولا ايه؟ ضربة مرمى لفريق الساحة الشعبية
مركز شباب فاووس. يلعبها محمود سعيد طويله عند محمد عبد الحكيم العريبي صاحب هدف التعادل، لكن تطلع رامي التماس. يلعبها الشراوي، الشراوي يعلي عند العريبي، لكن تخبط وتطلع. هنشوف رامي التماس ولا ركنيه. بيقول محمد طعيمه رامي التماس. 4 دقائق اعزائنا المشاهدين، 4 دقائق وقت بدل ضائع بيشير بيهم الكابتن محمد موسى المساعد الثاني. بعد انتهاء الوقت الاصلي من عمر هذه المباراه و4 دقائق على النهايه، هل ستستمر الامور كما هي عليها ام سنلجا الى ركلات المعاناه الترجيحيه؟ هنشوف الموقف مع الكابتن محمد طعيمه حكم مباراه اليوم. يفتح الملعب عند محمد عباده ناحيه الشمال، عايز ينطلق لكن لازاله سسته ويقطع يا ولد العيب. تعب والله عباده، عمل مجهود كبير في الشوط الاول وفي نص الشوط الثاني. وهنبدا بقى نشوف الكرامبات والشد العضلي، مجهود كبير للعيبه، 90 دقيقه اشغال كرويه شاقه. يلا يا شباب خلاص، فات القليل، فات الكتير ومش باقي الا القليل، 3 دقائق وربما اقل على انتهاء الشوط الثاني. وركلات الترجيح كانت تكون هي صاحبه كلمه الحاسم في لقاء اليوم. تتلعب الكوره عند فكري، فكري يعدي يا ولد العيب، يفتح الملعب عند مصطفى العرباوي، مصطفى يعلي حلوه عند كراوش لكن مقطوعه من الدفاع، وتطول الكره وتروح عند علي محجوب رقم 11. علي يلعب رميه التماس عاليه، تتقطع الكره، برافو يا سوسته، تطول اطول من اللازم عند حماده. يبدو ان كلا اللعيبه اكتفوا بهذه النتيجه، ويبقى وتبقى كلمه الحسم لنادي فاووس الرياضي. مباراه اعصاب، مباراه كانت قويه، محسن الشبراوي اتفوق في الشوط الاول تكتيكيا وخططيا، حسن نصر قدر ان هو يقلب الموازين في الشوط الثاني. هل حسن نصر هيدفع بمحمد نصر كبديل لمحمود سعيد؟ ونشوف بقى ميلاد حسن نصر جديد النهارده في فاووس، رغم ان محمد رغم صغر سنه 23 سنه لكن ليه تجارب، لعب لتليفونات بني سويف وجمارك بورسعيد. تتقطع الكره وطويله اطول من اللازم وتوصل عند محمود سعيد. محمد نصر بيستعد للدخول بدلا من محمود سعيد. اقل من دقيقه واحده على انتهاء الشوط الثاني، وادي كره خطيره، وخلي بالك وياخد فاول على طول. بيطلب التغيير حسن نصر عشان ينزل الحارس محمد نصر. هل محمد نصر النهارده يقود ويعبر بالساحه الشعبيه الى الدور الثاني في كاس مصر، ولا هيكون لحماده قطب كلمه اخرى؟ وادي عدى عباده وخطر، وبيقول مفيش حاجه، بيقول مفيش حاجه، عرقله كده وبيعترض لكن بيقول مفيش حاجه، وشايف حكم الرايه محمد موسى. هل في تقنيه فار هنا في فاووس ولا ايه؟ هنرجع، لسه بيقولوا لي الجماعه لسه ما طبقناش الفار هنا. والكابتن احمد رجب بيقول انا شايف الكوره ما فيهاش اي حاجه خالص. منظومه من تيمتلاكه مع الراس، شايفه قام عليه، وانذار، انذار لفكري احمد. عدى بالكوره عباده لكن الحكم بيقول ما فيش حاجه، واعتراضات طبعا. نلتزم الهدوء يا جماعه، نلتزم الهدوء. وادي تغيير، حراس المرمى محمد نصر ينزل مكان محمود سعيد، وادي المخضرم سيد يوسف يدخل الان. والله زمان يا ابو السيد، والله زمان يا سيد يوسف ابن جزيره النص وصاحب ال 38 سنه
واللاعب السابق في نادي بني عبيد، ويمكن سيد يوسف كان ضمن القايمة اللي لعبوا ند ضد الزمالك في كاس مصر. عايز ايه تاني؟ عايز تحسب لي انت لعب سيد عبيد، السيد يوسف عفوا، كان ليه تجربه زي ما قلت لكم في نادي عبيد اللي اطاحوا بنادي الزمالك قبل كده من كاس مصر، فهل يا ترى يعملها النهارده السيد يوسف ويطيح بقى بناديه السابق نادي مركز شباب فاوس ايضا من كاس مصر؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. اتغير الحارسين، دخل محمد نصر ودخل ايضا السيد يوسف. والله مباراه قويه، مباراه اعصاب اعزائنا المشاهدين. ويبدو ان ركلات الترجيح ستكون هي صاحبه كلمه الحسم في لقاء اليوم. كرة طويلة وعالية وخطيرة، لكن الدفاع ويطلع توصل الكرة ناحية اليمين وتطلع رمية تماس. ايه راجل يا راجل، حرام على امك يا راجل. يلا فكر، يلا عبيد ضربه، عدي عدي بسرعه، لسه ولسه متمسكين بالامل نادي فاوس، عايزين يخلصوا الامور كده في الوقت الاصلي. ومحاولات وخطيره، وفي هذه اللحظه اعزائنا المشاهدين الكابتن محمد طعيمه يطلق صافره النهايه معلنا انتهاء الشوط الثاني بالتعادل الايجابي 1-1. اذا سنلجا الان الى ركلات المعاناه الترجيحيه بين نادي فاوس ومركز شباب فاوس لحسم بطاقه العبور الى الدور التمهيدي الثاني من بطوله كاس مصر.